فين أملك عملك وصلاتك؟ والنت بيسرق أوقاتك. كتاكيت الصغننين، صباحكم جميل. فقرتنا النهاردة الصديق اللدود، ويلا بينا نرحب بهدير وليلى. صباح الورد يا بنات. صباح السكر أصلا. صباح الورد عليكم. صباح السكر. النهاردة هنتكلم عن الإنترنت واستخدامنا للإنترنت. هل استخدام الإنترنت كتير خطر على أولادنا؟ طيب هل في ضوابط لاستخدامه؟ ده هنعرفه النهاردة مع الكتاكيت الحلوين هدير وليلى. خلاص، أول حاجة عايزة أعرفها، بنمسك الموبايل كام ساعة في اليوم؟ بصراحة 4 ساعات. يا سيدي بص الجمال. ها وانت يا ليلى؟ أنا في الأجازة 3 مرات، وكل مرة مش أكتر من ساعتين. بسم الله ما شاء الله. ليلى اللي بتتكلم وتقول بتمسكه 3 مرات بس في اليوم، أو 3 ساعات، صح كده؟ 3 ساعات. يعني بطلة الجمهورية في الجمباز، متميزة جدا، واخدة بسم الله ما شاء الله 7 ميداليات ذهب وكمان 5 فضة، متميزة جدا. وهنعرف منها ازاي بتقدر تستفيد من التليفون اللي في ايدها. اما هدير فصوتها جميل ودافي، صح كده؟ طيب انتوا قلتوا دلوقتي بنمسك الموبايل، هنا قالت 3 ساعات، وحضرتك 4 ساعات. 4 ساعات؟ 4 ساعات كتير وثلاث ساعات كتير، بس المهم احنا بنستخدمه في ايه؟ بنقعد 4 ساعات نعمل ايه؟ ال4 ساعات دول بتدرب، ممكن بجيب روايات من على النت. ايه ده، استني، انت صوتك جميل وكمان بتكتبي، صح؟ يعني انت عن طريق الانترنت ممكن تقعدي تشوفي التطورات اللي بتحصل في الكتابة مثلا، او تشوفي المؤلف الفلاني وتعرفي تاريخه مثلا. حلو قوي. ممكن اجيب اغاني يعني للمعرفة، الاستاذة قاعدة اهي للمعرفة. طب وانت يا ليلى؟ انا بلعب عليه وبشوف المقاطع القصيرة على اليوتيوب. بتقول لك بلعب عليه، يعني معنى كده انه وسيلة للترفيه وللتعليم برضو. وبتتعلمي عليه. طب حلو قوي. طب انا دلوقتي هتخيل ان قدامي لابتوب، خلاص قدامي لابتوب جميل جدا، وهعمل سيرش دلوقتي على هدير. هدير بتغني، صح؟ طب انا دلوقتي هشوف اخر غنوه غنيتها هدير، هتغني ايه؟ بنت اكابر. الله، هتغني الاصاله؟ طب يلا سامعيني.